بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بناشد السيد النائب العام بناشد السيد النائب العام وبناشد السيد مدير أمن بورسعيد والسيد رئيس مباحث اسم حي الزهور أفندم نجلاء علي إبراهيم علي نجم مراتي، متجوزة اتنين، متجوزة واحد في بورسعيد اسمه أحمد السيد عوض وواحد في شبلنجة، وهي دلوقتي قاعدة مع أحمد السيد عوض. نداء استغاثة للسيد النائب العام ومحافظ والسيد مدير أمن بورسعيد ورئيس قسم حي الزهور نجلاء علي إبراهيم علي نجم، متواجدة دلوقتي في شقة أحمد السيد عوض. أحمد السيد عوض شغال في محطة سكة الحديد بورسعيد، وقاعدة في عمارة 25 في حي الزهور علي بن أبي طالب عند مستودع الأنابيب. نجلاء علي إبراهيم علي نجم، متواجدة في عمارة 25 حي الزهور عند مستودع الأنابيب. أنا بناشد السيد النائب العام، وبناشد السيد وزير الداخلية، وبناشد السيد رئيس الجمهورية، وبناشد رئيس مباحث اسم حي الزهور، وبقول له يا فندم أنت عندك إذن نيابة ضبط وإحضار ومحضر رقم 1226، وبناشد أهل بورسعيد الشرفاء بتسليم نجلاء علي إبراهيم علي نجم ديت للعدالة، حسبي الله ونعم الوكيل. برضو تاني بناشد السيد النائب العام، وبناشد مدير أمن بورسعيد، وبناشد رئيس اسم حي الزهور، وبقدم بلاغة هو التاني. نجلاء علي إبراهيم علي نجم متجوزاني ومتجوزة واحد تاني في شبلنجة، ودلوقتي متجوزة واحد اسمه أحمد السيد عوض قاعدة معاه في بورسعيد في حي الزهور، وكل الكلام دوت على مسؤوليتي وأنا مستعد للمحاسبة، حسبي الله ونعم الوكيل. وبقدم بلاغ تاني واستغاثة للسيد النائب العام، واستغاثة لوزارة الداخلية، واستغاثة لمديرية أمن بورسعيد، واستغاثة لرئيس قسم حي الزهور نجلاء علي إبراهيم علي نجم، متواجدة في حي الزهور عمارة 25 عند مستودع الأنابيب شارع علي بن أبي طالب الدور السادس آخر شقة على الشمال. وبناشد السيد رئيس الجمهورية، وبناشد السيد النائب العام، وبناشد السيد مدير أمن بورسعيد، وبناشد رئيس مباحث حي اسم الزهور نجلاء علي إبراهيم علي نجم، متجوزة تلاتة مش اتنين، دلوقتي هي متجوزة تلاتة، واحد في شبلنجة ومتجوزاني، وقاعدة دلوقتي مع أحمد السيد عوض اللي هو شغال في محطة السكة الحديد. وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.